تعرف على أقوى نوعين لسيارات فورد موستانج الأسرع عالميا. في هذا الفيديو سنتعرف على أقوى سيارتين لفورد ويتميزان بسرعتهم وقوتهم في الهيكل الخارجي. سيارة فورد موستانج بوليت. التصميم: اختلف تصميم المصد الأمامي عن الشكل المعتاد للسيارة موستانج، حيث أصبح بشكل أكثر كلاسيكية. اعتمدت فيه الشركة على التصميم المغزلي أسود اللون، بالإضافة إلى فتحات التهوية كبيرة الحجم في أسفل المصد، وتصميم المصابيح الأمامية بالشكل المستطيلي الحاد المعتاد مع مصابيح الضباب في أسفل المصد. أما الإطارات فجاءت بتصميم رياضي بمقاس 19 بوصة، بالإضافة إلى فتحات على غطاء المحرك. ومن الجهة الخلفية فلم تتغير الإسطبات ذات التصميم المستطيلي المميز، وإنما تم إضافة 4 مخارج عادم للوقود بتصميم دائري. والسيارة تأتي بمخرجين لعادم الوقود، ولكن الشركة أضافت 4 مخارج للنموذج الجديد كنوع من التباهي بقوة المحرك. كما أنها أضافت أيضا خاصية تسمح للسائق التحكم في صوت مخرج عادم الوقود، بحيث يمكنه رفع الصوت لأعلى درجة وأيضا خفضه بشكل كبير. الهيكل الداخلي: جاءت السيارة من الداخل ساحرة، وذلك لإضافة أنوار LED ملونة عند الدواسات وأيضا عند مقابض الأبواب ومواضع الأكواب في الكونسول الوسطي. وعجلة القيادة تغير تصميمها، بحيث أصبح يحتوي على شعار بوليت وشاشة الملاحة في الوسط بمقاس 7 بوصة، ويعلوها عدادات صغيرة الحجم، بالإضافة إلى فتحات المكيف ذات الشكل الدائري الكلاسيكي. مقاعد السيارة جاءت بشكل رياضي ومميز، وعليها غطاء جلدي فاخر من نوع ريكارو، كما يتوفر بالمقاعد خاصية الذاكرة. المحرك: تأتي السيارة بمحرك سعة 5 لتر بعدد 8 سلندر، ويعطي قوة 460 حصان عند عدد لفات 7000 لفة في الدقيقة، وعزم دوران 420 رطل لكل قدم عند عدد لفات 4600 لفة في الدقيقة. سيارة فورد موستانج شيلبي. التصميم: حصلت السيارة على شبك أمامي جديد بتصميم مغزلي أسود اللون مع طبع كلمة شيلبي على مقدمة الشبك، ويحيط بها بعض الكروم الرياضي، وكذلك في أسفل المصد نرى الزوائد الرياضية. حصلت السيارة على مصابيح أمامية جديدة ذات تصميم حاد مسحوبة إلى طرفي السيارة، بالإضافة إلى تكبير حجم مصابيح الضباب، وغطاء المحرك جاء بتصميم كبير بشكل عضلات، ويحتوي على فتحات تهوية بتصميم أكثر رياضية. الإطارات ذات التصميم الرياضي بمقاس 22 بوصة، ويوجد على جانبي السيارة فتحات تهوية صغيرة الحجم وزوائد رياضية سوداء اللون. الجهة الخلفية من السيارة حصلت على اسطبات ذات تصميم حاد وجناح خلفي رياضي، كما أنها حصلت على مخارج عادم للوقود في أسفل المصد جديدة بتصميم سداسي الشكل. المحرك: بمحرك سعة 6.2 لتر بعدد 8 سلندر V8 سوبر تشارج بقوة 840 حصان عند عدد لفات 6300 لفة في الدقيقة، وعزم دوران 770 رطل لكل قدم عند عدد لفات 4500 لفة في الدقيقة، مع ناقل الحركة 8 سرعات أوتوماتيكي، بينما التسارع من 0 إلى 96 كيلومتر في 2.3 ثانية فقط، بينما التسارع حتى 225 في 9.6 ثانية فقط. وبذلك فإن شركة فورد قد تمكنت من الوصول إلى محرك 1000 حصان في سيارة سيدان ذات تصميم رياضي،
وتمكنت أيضا من التفوق على دوت تشالنجر ديمون الجديدة. هذا كل شيء أعزائي المشاهدين، ولكن ما هي السيارة الأقوى؟ تابعونا لتجدوا كل ما هو جديد في قناتكم قرية تكنولوجيا المستقبل.